السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إن شاء الله تكونوا بخير. تشوفوا فيديو النهاردة. فيديو النهاردة هكلمكم عن بعض الطرق اللي أنت تقدر إن أنت تعطر بيها البيت بتاعك، وطرق بسيطة وسهلة. أول حاجة من الطرق دي، أنت تقدر إن أنت تجيبي قشر البرتقال، قشر البرتقال وقشر الليمون، تحطهم في حلة، تقدر إن أنت تغليهم على النار. طبعا بيعمل لك فوحان في البيت بطريقة حلوة، طبعا بينقي البيت وخليه ريحته فريش وليمون. وكمان الليمون من أهم المميزات فيه، ان هو طبعا خاص بالحمضيات، الحمضيات بتساعد على عملية التركيز في الصباح، فدي من الطرق الحلوة والمميزة في نفس الوقت. كمان تقدر ان انت تجيبي القرفة، تستخدمي القرفة في برضو ان انت تحط القرفة في الدولاب، بتعطر لك المكان وتعطر لك الدولاب. كمان في تقدر ان انت تجيبي الورد وتجففيه. تجفيف الورد، تقدر ان انت تجففي الورد بتاعك، اي ورد بالروائح بتاعته المميزة، تقدر ان انت تحطها في الدولاب. طبعا دي بتساعد على عملية التعطير في الدولاب للملابس بشكل عام. طبعا الكلام ده كله بعد ما بنفصل الملابس المتسخة عن الملابس النظيفة في الدولاب، وتخلي الدولاب خاص بس بالملابس النظيفة. طبعا الملابس المتسخة بنحطها في مكان لوحدها، وكمان بتقدر ان انت تعطريها وكمان في مكانها على ما تيجي ان انت تغسليها. كمان في حاجات مهمة جدا، تقدر القهوة يا جماعة من العوامل المهمة جدا ان انت تقدر ان انت تحطيها على مبخرة. تقدر ان انت حبيبات القهوة تجيبيها في طبق تحطيها على مبخرة، بتعطر لك المكان، بتخلي لك ريحة المكان كله عبارة عن قهوة. تقدر ان انت تعطري بيها غرفة النوم بتاعتك بشكل عام. من القهوة من الروائح المميزة جدا اللي انت تقدري ان انت تتميزي بيها وتميزي بيها المكان كله. طبعا دي بعض الطرق، طبعا بخلاف الطرق التنظيف وان انت تقدر ان انت تنظفي البيت وتنظفي الاماكن بتاعتك، احنا بنتكلم على الطرق اللي هي خاصة بالعطريات، وخاصة بالعطريات الطبيعية اللي انت تقدر ان انت تعطري بيها البيت. كمان هستناكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله. تقدر ان انت تتابعينا في القناة، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتابعوا الفيديو الجاي بإذن الله. هنتكلم عن بعض الطرق اللي انت تقدر ان انت تعطري بيها الجسم بتاعك، وبعض الطرق كمان ان انت تعطري بيها طبعا المشاكل اللي هي اسمرار في الإبط والاماكن دي كلها، تقدر او الجسم بشكل عام يعني. تابعونا وان شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم.